مقاول وين راه المقاول حقيقة أميدي. كانت عهد أميدي. كانت عهد وكان في المستوى بارك الله فيك الحاج نشكرك جينا هنا تلاقينا معك العام اللي فات وين تعهدت ووجدتهم بالمقاييس وفي الديلي اللي طلبناه منك وحنا زدنا عاوناك نحينا لك العراقيل والتراكمات اللي كانت عندك اللي كنت تعاني منها واللي خلاتك عطلت المشروع هذا. اليوم راه المشروع بتحفه مليحه يعطيك الصحه شكرك. هادو هما المرقين والمقاولين اللي تعملي معاهم هادو هما منين كنت منين هذا خو موسى حميدي هذا اللي تتكلي عليهم ونحي لي هادوك اللي ما مش باغين يخدموا اللي يعطلوا فينا ويعطلوا في المواطنين ديريهم في القائمه السوداء. سيد الوالي حاولك عطانا عهود وكان في العهد نتاعو ما نلوزيد خدمنا في الملك سيد الوالي يخدم ان شاء الله يخدم يخدم والله. يخدم